انت يا ابو عبد الرحمن رقعت الماهب من بشي ها ابو علي. اما هذه طال عمرك عند ربوع عمر اللي انت خابر. اسلم. في السؤال ذيك اللي جات على طريق الباحه. اسلم. وراح واحد من الجماعه شيخ وخبرته معه معزومين عند رجال من جماعتكم. بحول جعبه. اي ما. وعود راح ودور 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 ما دلهم الله على البيت. جا الليل قالوا ما يا الربع. شوف المطلع قرا الى ضوية ذيك خلنا نقلط عنها. ثلاثة ولا أربعة أربعة والضيوف اللي يجون سواء عند البدوي صحيح أيوة لا وعد ولا ميعاد. المهم طالت أعماركم دخل المغرب فعودوا وقلطوا عليه. والله الرجال شعم ناره وقرب قهوته وقرب كذا نص الكرامة شبت النار. ايه نص الكرامة والرجال احتار وش يسوي يطرها أم تقول أنت لا يكون قال له شيء. المهم الرجال ما يدري شو اللي وشو عليه. رحب الرجال وصب الدلة وصب الدلة قام بدون كلام وراح ذبح الذبيحة. ألا قال قدام يذبح الذبيحة اللي قدام يذبح الذبيحة يغسل كذا. قال يا ولد قال نعم قال له قال كلمتين يبغى يحزهم وهو اللي يدير الذيك كرمهم زايد لكن يبغى يتأكد وش اللي قلته عم نزل الضيف أنا كان من العنايز. أها قال واحد اننا حرزك الفرو، الفرو عندنا هذه سالفه درجه. إيه؟ حرزك الفرو كم ما حملها العنايز. سكت اخذ سكينه وراح مد ذاك كثير تشحم. ايه هناك وعود قال واحد منكم يصرخ الذبيحه ماني بقادر لها وصادق. قام هذا يصرخون قال وعاد تخيل لا هات الثلاجه حطها عند ابو تخيل. جاب الثلاجه شخصيا حطها عند ابو تخيل. اعطى وظل سكر. حطها عند ابو تخيل دائم حطه عند الثلاجه الحال. وظل سكر. ايوه حطها عند الثلاجه. عندي نوم شوي. المهم طالت اعمارك. خله عنده خله عنده خله وما يكفي لا فنجان ولا ثلاثه ولا خمسه. يوم عادت تطبخ الذبيحه قال يا ضيفان من راعي كلمته حرزك الفرن. يبغى يستنطقهم ذحين. درى انه جاب كلمه ما يدري وش هي وكذا. اي قال هذا قال لا ماني بنا. قال نعم انا والله كذا كذا. قال لا والله معك حق صل على محمد. انا والله بغيت استفتحكم واشوف ايش الضيفان ذولا وقال لا الحين لا والله شرعتكم علي وابشروا بالحق بغيتوا حق رجال. الله المستعان. اي والله قالوا اجل هذا علمنا معزومين عند رجال كذا كذا واثر ما بينهم وبينه يمكن نص كيل ولكن الله يحييكم عد ما مشيت سلامتك. سلمت جملت اقول اشرب قهوه وريحني. ما لا عندك سالفه غير عشان يقول